متلازمة القولون العصبي، الأسباب والوقاية، هي عنوان فقرتنا الحالية مع دكتور مصعب الطيار، اختصاصي أو نائب اختصاصي الباطنية، وإن شاء الله تكون اختصاصي قريب. مرحبا بك دكتور مصعب، صباح الخير عليك. صباح الخير والعافية عليك يا روى وعلى أسرة سودانية 24 وعلى كل مشاهدي سودانية 24 داخل وخارج السودان. أهلا مرحبا بك دكتور مصعب، وزي ما ذكرنا أنه عنوان فقرتنا الحالية متلازمة القولون العصبي، كلمة بتتردد كثير جدا عندنا كسودانيين، وناس كثير جدا مصابة بالقولون العصبي، لكن خلينا نعرف شنو قولون عصبي بصورة علمية. ممتاز. القولون العصبي في الفترة الأخيرة بقى من المتلازمات الشائعة جدا في السودان وفي العالم أجمع. يعني متلازمة القولون العصبي أو Irritable Bowel Syndrome أو بلغتنا البسيطة السودانية المصران يقول لك أنا عندي مصران عصبي. هو شنو؟ هو اعتلال وظيفي المقام الأول. أي بمعنى شنو اعتلال وظيفي؟ إنه ما في مشكلة عضوية واضحة، بمعنى إنه ما في انسداد في القولون. هو طبعا زي ما قلت لك، هو بيصيب الجهاز الهضمي والقولون تحديدا، وهو مشكلة تكون مشكلة وظيفية. بمعنى شنو مشكلة وظيفية؟ ما في انسداد في القولون، ما في ضيق، ما في لحميات، ما في التهابات بصورة واضحة، وبتنتج منها اضطرابات في عملية الهضم أو في الجهاز الهضمي عموما، بتنتج منها أعراض مختلفة. طيب في فرق دكتور مصعب بين المصران والمصران العصبي؟ يعني في ناس بيقول لك سايف، في ناس بيقول لك لا عصبي، يعني لا أهم حاجة كلمة عصبي دي. أي كلمة عصبي هو ونس إنه هو بيجي مصران عصبي معناه هو Irritable Bowel Syndrome، معناها هو في مشكلة وظيفية. أما إذا كان ما في حي اسمه مصران سايف، ما في، لا ما واحد في. أيوة. طيب إذا كنت حاسس ذكرت إنه في كثير جدا من الأعراض، لكن قبل ما نتكلم عن الأعراض، شنو الأسباب اللي بتؤدي للقولون العصبي؟ كلام جميل. الأسباب اللي بتؤدي، نحن ممكن أو نقول أن من الناس الأكثر عرضة للقولون العصبي في ناس ماي كلينيك في دراسات ليهم أكدوا إنه مثلا الناس الأكثر يعني عندهم اضطرابات نفسية أو اضطرابات في المزاجية، زي ناس الاكتئاب، التوتر، القلق. عشان كده جات كلمة عصبي، يعني شخص مثلا بيتعصب كثير، اخلاقه ضيقه، حدل بصعبه بالقولون، ولا ما عنده علاقه؟ هي ما كده، هي طبعا دي من المفاهيم الخاطئه، انه مثلا الزول اللي بيكون يعني مثلا كلمه مصران عصبي معناه زول بيتهيج. أيوة. زول بيكسر الدنيا. لا لا، هي ما كده، هي بس فكرته انه عصبي. ليه؟ لانه في من اشارات من المخ مع القولون بيكون في مشكله في الاشارات العصبيه، فبالتالي بيحصل اعتلال وظيفي زي ما ذكرتها. يعني ما في مشكله عضويه بحد ذاتها، في اعتلال وظيفي. الاشارات والنبضات العصبيه ما بين العقل والقولون بتكون فيها اعتلال، فبالتالي بتنتج منها اضطرابات. الاضطرابات الهضميه دي بتتمثل لنا في شكل شنو؟ في شكل انتفاخ في البطن، الام غير محدده، الامساك او الاسهال، أو الإمساك والإسهال بالتناوب. يعني على حسب البريزنتيشن، على حسب يعني الحاجة اللي بتتقدم. إذا كانت النبضات العصبية مثلا متكررة أو الإشارات العصبية قوية، بتنتج منها الإسهال والغازات، فبالتالي الغازات دي هي ذاتها بتعمل الانتفاخ أيوة للقولون، فبالتالي دي من دورها بتعمل استريتشنج أو بتعمل تمديد للنهايات العصبية، فبالتالي دي هنا هي اللي بتجيب الألم. ومعها مع الحكايه دي، بالاضافه للحكايه دي، انه التمدد بتاع الغازات ده هو اللي بيضغط. يعني الالم اللي بيجي غير محدد في البطن، هو سببه شنو؟ بيكون انه في ضغط حاصل. فبالتالي في مرات في مريض بيجي الاي ار او الحوادث بيقول لك والله يا دكتور انا عندي الم شديد مثلا. في ناس بيقول لك عندي طعنات، يعني عندي طعنات في بطني كده، بس انا أيوة ما عارف ايش. ايوه بالضبط، طعنات في البطن. او مرات زول يقول لك والله يا اخي انا صفحتي اليمين دي في طعنه شديده. ونحن اذا جينا للشكل التشريحي في القولون الصاعد والقولون المستوي، فبالتالي الغازات لما تكتر هي بتطلع لفوق، فبالتالي مثلا يجيك في الكورنر بتاعت الكبد او الكورنر بتاعت بعدين بتاعت على حسب فئته مكان، بحسب فئته مكان. فبالتالي دي مرات في 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 اول حضور ليه، مرات في الطوارئ قد يجي احساس انه والله في مشكله، حدث الاكيوت ابدومين، انه مثلا في مشكله بتاعت يعني وات ايفر هي الحاجه، شنو مثلا مشكله في المعده او المراره، ممكن تكون زايده لانه ايوه كثير منهم بيجوا الحوادث تكون مثلا فكره زايده، او مثلا انفجار للزايده، او المراره او كده، لكن ده كثره الالم اللي بيكون حاسس به. ايوه الالم هو اصلا انا ناتج من الضغط، ضغط الغازات اللي بيكون حاصله، فبالتالي بيعمل تمديد للنهايات العصبيه بالنسبه للعصب اللي بيغذي
الغولون عشان كده. ايوه في ناس طوال اول ما مثلا تجيب الالم بيحس انه نفسهم كتم وما قادرين يتنفسوا الحاجه دي. ايوه ممتاز. الحاجه دي سبب شنو؟ زي ما ذكرت لما تحصل انقباضات العضليه في في في, في داخل القولون فبالتالي بيحصل تمدد. التمدد ده بيضغط على الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز بالنسبه للمشاهد هو هو بيكون اعلى المعده وبيكون اسفل الرئتين، فبالتالي هو بيضغط على الرئتين، فبالتالي بيكون حاسب شنو؟ حاسب بكتمة أو ضغطة في النفس، فبالتالي دي شنو؟ والحجاب الحاجز من وظائفه هو بنسبة 70% أو أكثر بيساعد على التنفس، فبالتالي بيجيك هو صدره متضايق مكتوم، وغد مرات يجي معه عرض بتاع ألم بتاع ألم في الصدر. يقوم يحس بزبحة. بالضبط، يحس إنه دي زبحة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك النهايات العصبية بتنتقل، فبالتالي بحس إنه في آلام في الصدر، ومرات بيجي بصداع. في صداع في 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 الجانب الخلفي من الراس برضه. لكن ده ما معناه انه نحن نهمل الموضوع بتاع انه ما يكون زبحه. قد تكون زبحه يعني بمعنى شنو؟ بمعنى نحن في 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 الطوارئ، الاطباء الطوارئ او كده بيتعاملوا مع اي حاله بصوره سيريس، بصوره جاده، انتل بروف اذروايز، انها يعني معناها هي ممكن تكون معاه مصطحبه حاجه ثانيه، يعني ممكن هو يكون قولون عصبي لكن معاه حاجات ثانيه مثلا، ممكن يكون معاه لكن هو العرض ده بيجي. فنحن في النهايه نحن يعني الانسان بيتعامل مع الطبيب بيتعامل مع الحاله بشكل جدي لحد ما يظهر التشخيص النهائي. بالضبط، لانه زي ما ذكرت هو اعتلال وظيفي، يعني ما في مشكله عضويه بحد ذاتها. عشان كده في التشخيص حنعرف نحن بنتبعيات وخطوات. طب احنا قبالك بدينا نتكلم على الاشخاص او الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالقولون العصبي، وكنت ذكرت انه الاشخاص اللي مثلا مصابين بامراض الاكتئاب وغيرها، ما تمينا سرد الفئات الاكثر تعرض للقولون العصبي، فيا ريت لو تكلمنا عنهم. منو اكثر الناس اللي ممكن يصابوا بالقولون العصبي؟ كلام جميل. اكثر الناس اللي ممكن يصابوا بالقولون العصبي هم الناس اللي زي ما ذكرت لك انه هم بيتعرضوا لصدمات نفسيه او ضغوطات، او في ناس طبيعه عملهم ضاغطه بيتعرضوا لستريس توتر، او حتى الناس اللي في الحياه العامه بيكون في توتر وفي ستريس وفي الناس الحساسه معناها تتعب شديد، والناس الحساسه حتتعب شديد. عشان كده واحده من الحاجات نحن اللي بنقولها للبيشنتس المرضى اللي بيجوا الكلينيك انه بقدر الامكان حاول انك انت تبسط الحياه، يعني ما تركز، حاول انك انت تتجاهل يعني الاشياء البسيطه، حتى الاشياء الكبيره حاول انك تعمل لها شنو؟ تعمل لها زي ما بقولوا ستريس مانجمنت او تنظيم تخفف الضغط شوي. تخفف الضغط، ايوه. في النساء او الرجال في فرق بيناتهم في العرضه؟ يعني مثلا هل النساء اكثر عرضه ام الرجال اكثر عرضه؟ كلام جميل. ناس مايو كلينيك قالوا انه النساء في دراسات يعني انه النساء هم اكثر عرضه للقولون العصبي نسبه لأسباب هرمونية توجد في النساء لا توجد في الرجال. طيب بيصيب كل الفئات العمرية ولا مثلا لا مثلا إيه اللي يصل فئة عمرية شخص معين بعد ذاك ممكن يصاب بها؟ زي ما ذكرت لك عموما القولون العصبي زي ما ذكرت لك إنه أثبتت الدراسات إنه الناس اللي بيكونوا هم يعني في بيتعرضوا لستريسس او الاكتئاب. لا يعني مثلا الاطفال ما حيصابوا بالقولون العصبي؟ والله ممكن. قولي لي كيف؟ ليه؟ لانه في الدراسات بيقولوا انه مثلا الاطفال اللي هم في 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 يعني في خلال طفولتهم يتعرضوا لضغوطات، يتعرضوا لتشايلد ابيوز، ضغوطات نفسيه، التنمر الشديد الكده، فالاشياء دي ممكن كلها ممكن تقود. في ناس في سن مبكر عندهم قولون عصبي، فبالتالي الحاجه دي يعني ما مربوطه بانه سن زول كبير وكده، لا يعني على حسب العوامل البيئيه المحيطه. ايوه جميل. طب قبالك ذكرت انه في تفاصيل كثيره او يعني اعراض مختلفه، لكن عشان نقدر نميزها لازم نتكلم عن التشخيص بالنسبه للقولون العصبي، فخلينا نتكلم عن التشخيص. كلام جميل. بالنسبه للتشخيص الحاجه دي بتفرق من زول لزول. يعني مثلا في واحد بيجيك باعراض مطابقه للاعراض بتاعت القولون العصبي اللي هو فعلا يجيك بانتفاخ في البطن، غازات، يقول لك والله انا عندي الام في بطني بتجيني وغازات، وعندي مثلا امساك مرات في ترات. بيجي وجع ظهر عنده علاقه بالموضوع؟ عنده علاقه. نعم عنده علاقه. عنده علاقه ليه؟ زي ما ذكرت لك اوجع في 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 اسفل الظهر وفي اعلى الظهر اللي هي في منطقه الرقبه. ايوه بتعمل صداع حتى. ليه الفكره وين؟ الفكره انه كلها زي ما قلت لك في الارتباط النهايات العصبية.
طبعا جسم الانسان كله يعني كل الاعضاء كل الاشياء متصله مع بعض بالجهاز العصبي، فبالتالي النهايات العصبيه دي لما تتاثر بتاثر على العضو المعين. لكن ده ما بالمعنى انه في مشكله عضويه. اذا انا بحاول اكرر ان هي مشكله وظيفيه ليه؟ لانه في ناس بيخافوا او بيجيهم هلع انه مثلا الاريتابل باول سندروم المتلازمه القولون العصبي دي حاجه خطيره او مشكله. لا ابدا، هي مشكله، هي لا ابدا، هي انت ممكن تعمل لها كنترول بصوره كامله كبيره جدا حتى من غير ما تلجا للعقاقير. حتى في ناس بيجيهم افكار انه قد تكون مصحوبه بانه مشاكل السرطان او مثلا سرطان في القولون او كده. لا ما عندها علاقه، ما عندها علاقه، لانه هي حاجه وظيفيه في المقام الاول يعني. طيب بما انه هي الاعراض مختلفه معناها بتعمل صعوبه في التشخيص، انت عشان تقدر تشخص الموضوع ده معناه صعب، لانه كل زول بيجيك بيه يعني بحالة بتاعت شكية مختلفة من الشخص الآخر يعني. صح كلامك، صح فعلا الحاجة دي نحن بتواجهنا كثير. زي ما ذكرت لك إنه حتى لو المريض جانا بنفس الأعراض دي بصورة تيبيكال، بصورة زي ما الكتاب بيقول، زي ما بيقولوا، نحن ما بنركن للحاجة دي. ليه؟ لأنه في حاجة في الطب عموما بتقول لك إنه تشخيص القولون العصبي هو diagnosis of exclusion، بمعنى هو تشخيص بعد استبعاد المشاكل العضوية. يعني أنا ما ممكن أقول والله ده بس قولون عصبي، بمجرد إنه شلت التاريخ المرضي والفحص السريري. بمناسبة التاريخ المرضي بس دكتور مصعب، هل وراثي القولون العصبي ولا لا؟ طيب في ناس يعني في ناس بيقولوا كده، في ناس بيقولوا كده، لكن مايو كلينيك في الاستاديز بتاعتهم في الابحاث بتاعتهم بتقول ايوه انه وراثي، له علاقه بالجينات، عنده علاقه بالجينات، له علاقه بالجينات قالوا ناس مايو كلينيك. معناه انت عصبي ولا ما عصبي لو جيناتك فيها خلاص. ايوه، لكن ده ما معناه كده انك انت يعني زي ما بقولي انت طبيب نفسك بالذات في القولون العصبي. يعني انت اللي بتقدر تتحكم في الحكايه دي بالتدريب مهما كان. اي نعم الحاجه دي في البدايه ممكن تكون صعبه، ممكن تكون مزعجة، ممكن تكون ما بتقدر تعمل عليها كنترول، لكن مع الوقت مع الايام انت حتقدر تتعامل معها. في اشياء معينه انت بتقدر تتبعها. اذا خلينا ناخذ الكلمه اللي انت قلتها انه الانسان طبيب نفسه. نعم، وبرضه من الكلمات الشائعه جدا او الحكم اللي كلنا عارفين ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير. كيف انا اقدر اتحكم في نفسي رغم الضغوطات الموجوده في الحياه وزيادتها، في انه انا برضو احاول اقلل يعني الاضطراب اللي بيجيني من القولون العصبي، لانه هي لما تجي ممكن الشخص يكون ما قادر يتحمل الالم يعني. فانا شنو الخطوات اللي ممكن اتبعها عشان اقدر احمي نفسي؟ كلام جميل. مبدئيا نحن بنتكلم عن حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشن. يعني شنو؟ يعني نمط الحياه. بقدر ما انك انت تجود نمط الحياه بتاعك، قدر ما انك انت امورك بتبقى افضل واحسن واحسن. بمعنى انك انت الليله انت مثلا بتسهد من اقل الاشياء او بتضايق من اقل الاشياء، لا انت تحاول انك تفطن للحاجه دي، تحاول تدرب روحك، تحاول تبعد من حياه الفيها ستريس، تحاول انك تتجنب المشاكل. يعني انت عارف انه الحاجه الفلانيه بتسبب لك مشكله، تحاول بقدر الامكان انك انت تحاول تبعد منها، يعني تعمل زي ما بيقولوا كده ستريس مانجمنت. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بالنظام الغذائي، النظام المشكله، النظام الغذائي مهم جدا، ودي واحده من اكبر المشاكل. ليه؟ لانه القولون العصبي من ضمن الحاجات اللي بتهيج القولون. ايوه بعض الاغذيه يعني مثلا في الشطه زي البهارات، الفلفل، القرفه والى اخره. حتى سبحان الله في ناس يقول لك والله نسبه بسيطه من القرفه او البهارات او كده موجوده في الاكله الفلانيه، وتكون مثلا الست الوالده او كده عملت حاجه بسيطه، ولا لا لا انت عامله مثلا بهار. فالقولون سبحان الله سنسيتيف جدا، حساس جدا، سبحان الله بيلتقطها. بالاضافه لانه شنو؟ الابتعاد عن الفاست فود، الوجبات السريعه، الابتعاد عن الوجبات اللي بيكون فيها زيت مكرر او الزيوت او الوجبات الدسمه عموما. المحافظه على الوجبات في اوقاته، يعني الفطور في وقته، الغداء، يعني الزول ما يجوع نفسه، الزول ما يجوع روحه، وياكل اكل صحي، ويزيد من الاكثار من شرب المويه. يعني في المناطق البارده يعني الريكومنديشنز او التوصيات بتقول مثلا 10 اكواب مويه على الاقل، وفي المناطق الحاره 14 كوب على الاقل. فبالتالي احنا في السودان احنا محتاجين 14 او اكثر 14 او اكثر، لانه بلدنا يعني بطبعه جوا
الرياضة عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإنها تقلل من القولون العصبي؟ ممتاز ممتاز. الرياضة مهمة جدا جدا. نحن بننصح بها حتى لو ما الرياضة إنك تمشي المكان الرياضي بتاع أو الجيم، ممكن الرياضة المشي أقلها المشي. ليه؟ لأنه الرياضة زي بتزيح الاسترس، بتعمل على تعزيز إفراز هرمونات السعادة اللي هي السيروتونين والإندورفينز، فدي براها كفيلة إنها تخليك أنت كالم هادي وتخلي الأمور طيبة وتقدر تتحكم في 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 الغولون العصبي بكل سهولة. جميل. في حاجة دكتور مصعب، إنه دائما الشخص أول ما يجي الألم بتاع القولون العصبي، لأنه ما في شخص بيتحمل الألم بأي حال من الأحوال يعني، ودرجة التحمل الألم من شخص لشخص بيختلف تماما. لكن فكرتي إنه أنا أتعود إنه أنا أمشي أبلع حبتي عشان دايما أمشي أكل الحاجة المعينة، أو أمشي أبلع حبتي عشان أنا عارف إنه الموضوع الليلة حيجوط شديد يعني. أي. أنا زي ما ذكرت لك طبعا نحن بنحاول إحنا نلجأ للعقاقير أو الأدوية لآخر حاجة. نعم في أدوية هي بتساعد، يعني أدوية بتهدي، في أدوية يعني بتبعد أو بتزح أو بتعمل امتصاص الغازات. يعني دي كلها هي أدوية بتشتغل على الأعراض زي ما ذكرت لك، لأنه هي زي ما ذكرت أنا برجع حاجة. أيوة زي ما ذكرت لك أول إنه ما في مشكلة عضوية، هي مشكلة وظيفية، فبالتالي هي بتعمل على شنو؟ تخفيف الأعراض، يعني امتصاص الغازات أو الأدوية المهدئة. معنى هي يعني عبارة عن أدوية وقتية لمعالجة مشكلة بس في وقتها. تماماً. طب. عشان نحن عشان كده نحن بننصح إنه. نزح عايزين النصائح دي في ختام حوارنا. أيوة. أيوة. عشان كده نحن بننصح إنه الزول يتبع نظام لايف، يعني نمط حياة جيد، من حيث شنو زي ما ذكرنا، من حيث إنه الغذاء المناسب. أيوة. الأكل الصحي الخالي من الأشياء البهارات وكده. والحاجة الثانية إحنا برضو بننصح بها وبتنصح بها الأشياء الطبية، إنه الزول يراقب الأكل بتاعه. بمعنى يعني في ما كل المصابين أو المرضى بتاع متلازمة القولون العصبي واحد. بمعنى في زول بتنفع معه أكلة معينة ما بتنفع مع الثاني، فالزول يراقب أكله، يحافظ على نفسه، يحاول إنه يمارس الرياضة، يحاول إنه يبعد عن الأكل السريع والضغوطات والتوتر، وربنا يدي الصحة والعافية إن شاء الله. إمنيات الصحة والعافية لكل المتابعين. شكرا جدا لك دكتور مصعب الطيار نائب اختصاصي باطنية، وشكرا على كل النصائح اللي قدمتها لكل المشاهدين.